اول حاجه عندي هنا كفته داوود باشا اللي هي عباره عن ايه، نص كيلو لحمه مفرومه، بصله كبيره مبشوره، ملح وفلفل اسود، معلقه كمون، معلقه صغيره كزبره جافه، جوزة الطيب وسبع بهارات. وبعد كده بقى دي ايه، دي اصلا كفته داوود باشا دي. طيب انا بقى هحط له خضار شكله ايه، هحط بطاطس مكعبات وكوسه وجزر وفلفل الوان، وهعمل صوص. الصوص ده عباره عن ايه، ثوم مفروم، بصلايه مفرومه، وكم معلقه صلصه، وطبعا هضرب الطماطم في الكبه او في الخلاط، وملح وفلفل اسود، مكعبات زبده وزيت، وكمان عندي هنا بقى مكعب مرقه لحمه، وجبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر. بس كده دي المقادير، وهنقولها تاني مع بعض. اهم حاجه ان انا مش هعمل كفته داوود باشا لان هي عندي اهي في الفريزر. خلاص جاهزه معايا، طلعتها وهشتغل بيها على طول. مقاديري للداوود باشا نص كيلو بصلايه كبيره مفرومه مبشوره ناعمه جدا، وعندي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره جافه وجوزة الطيب وسبع بهارات. دي بس عندي كفته داوود باشا. طيب هعمل ايه؟ انا هسوي الاول الكفته. هي دي الكفته عندي اهي، بصوا ريحتها خطيره. الله الله الله، كانها لسه معموله حالا. ليه؟ لانها طلعت من الفريزر على طول هشتغل بيها، كانها لسه معموله حالا. هعمل ايه بقى؟ شويه زيت زيتون ومكعب زبده. الحاجات دي بقى تطلع دلوقتي بعد ما نكون ايه، استنفذنا مقادير، واستنفذنا كمان تحسوا كده ان احنا ايه، خلاص افكارنا شويه بدات تكون ولا يعني خلاص اتحصرت كده، اللي هو شبعنا. شبعنا ايه؟ اه شبعنا من التفكير في الاكل. فتبداي بقى دلوقتي ايه، تتارجتي اللي في الفريزر وتطلعي، عشان كده ما طلعتوش من اول رمضان. طيب بعد ما حطيت الزبده والزيت، ابدا بقى عندي هنا اشوح. الله ريحتها رهيبه، وبقول لكم كاني عاملاها حالا اهو. طيب وبعدين انا كده خلصت. تاخد بقى عندي لون من كل الجوانب، وبعدين اشيلها وارفعها. بصوا ولا فكت برضو ازاي معايا. وعايز اقول لكم انتوا ممكن تعملوا كده وطبق سلطه شويه مكرونه وتبقى برضو رهيبه. ليه؟ اصلا الكفته حلوه قوي. وبصوا انا هنا كنت عامله ايه علشان ابقى عارفه انا مطلعه ايه وكم قطعه. بصوا كفته داوود باشا 13 قطعه اهي، يعني كاتبه كل حاجه علشان لما اطلع اهو، خطي اهو كفته داوود باشا 13 قطعه، علشان لما اطلع ما بقاش عارفه طب هي فيها قد ايه، طب انا هعمل جنبها ايه. محضره لكم بقى جنبها طبقين، انا مش عايزه حاجه تاني، يعني انا مش عايزه بروتين تاني اساسا. الفته اللي هعملها دلوقتي مش عايزه اقول لك هتبقى بالنسبه لهم عايزينها كل يوم. وانتي بصراحه هتستسهليها، يعني مش هتستصعبيها خالص. ليه بقى؟ لان انا هسهلها عليكي جدا، وهتتبسطي منها قوي، من فكرتها قوي. وزي ما بقولك احنا دلوقتي في مرحله زهقنا زهقنا. لا يا فيفا بقى جدد لنا، شوفي هتعملي ايه. بس احنا يعني عايزين تغيير وتجديد بقى، وبرده في نفس الوقت انا مش عايزه اصرف كتير. انا بقول لكم يعني استنزفنا في كل حاجه. طيب علشان بس هنا انا المفروض هعمل في نفس الطاسه او الصينيه او الوك، بس عشان انا بس وقت البرنامج فاسمحوا لي هكمل في ايه، في حاجه تانية. هعمل ايه؟ هجيب الوك عندي كده واشغل عليها. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها جباره. واكمل بقى بقيه المكونات هنا، لكن هو المفروض ان انا استنى لما الكفته تخلص عندي، وبعدين ارفعها، وبعدين ابدا احط بقيه المكونات هنا
واقلبها مع بعض، وبعد كده ادخلها الفرن. فاهميني؟ طيب عندي هنا بقى شويه برضو زيت زيتون قليلين، مكعبين زبده برضو، وهحط ايه بقى عندي؟ البصلايه المفرومه اهي، وعندي الثوم. انا عايزه بقول لكم اعمل كاني هعمل بالظبط بالظبط كفته داوود باشا اللي هي احنا معتادين عليها، بس هحط لها خضار واحط لها ميكس جبن على الوش بس كده، يعني هتبقى حلوه حلاوه رهيبه رهيبه. شويه تريكات، شويه حاجات بسيطه، اضافات بسيطه هنضيفها على الاكلات اللي احنا معتادين عليها، يبقى احنا كده شكرا بنعمل حاجه جديده اهي. طب بقول لكم ايه، اسمحوا لي ان انا هخرج خلاص عندي هنا الكفته وهرجع اكمل هنا، لانها فعلا مش مستاهله. بصوا هي خلاص خلصت معايا وتشوحت معايا ومسكت نفسها خلاص اهي اهو. هحط بقى الخضار هنا، بصوا عشان برضو انجز وقتي، احط الخضار هنا، يعني احط هنا ايه؟ البطاطس، وعندي هنا الجزر، ياخدوا ويدوا كده مع بعض. نحط بعد كده ايه؟ الكوسة. خلاص هقلب كده، ياخدوا بصوا بقى من البهاريز بتاعة الكفتة. وهنا هكمل الصوص، الصوص اللي هو عندي هنا ايه؟ في الطاسة التانية اللي هو عندي بقى ثوم وبصل، هحط عليها الطماطم اللي هضربها في الكب، وعليهم معلقتين الصلصه، وتبقى جاهزه معايا. هقلبهم على بعض وندخلهم الفرن، تمام؟ لحد عندي ما الخضار كده يتشوح تشويحه حلوه، وهنا كمان البصل والثوم اشم ريحتهم. هضرب في الفاصل الطماطم ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني، استنونا. انا سبقتكم بس، وزي ما قلت لكم هضرب الطماطم في الكبه واحطها على البصل والثوم، وبعدين احط لها ايه بقى؟ معلقتين صلصه، تمام. وعندي هنا بقى الخضار اللي هو جزر وبطاطس، بصوا اخد لون ازاي. وعلى فكره بيقولوا لي هنا الريحه رهيبه، قلت لهم هو انا لسه عملت حاجه؟ ده انا لسه هبهركم، ده انتوا لسه ما شفتوش اللي جاي. بصوا بقى هنا هحط كمان الكوسه، حطيتها امتى؟ حطيتها بعد ما الجزر والبطاطس اخدوا شويه كده واتكرملوا. ليه؟ لان هما دول بياخدوا وقت اطول طبعا من الكوسه. بصوا بقى لونهم عامل ازاي. وبعدين دلوقتي ونحط ايه؟ الفلفل الالوان كمان معانا. يبقى انا كده عملت هنا طاسه بتاعه الكفته، حطيت فيها الخضار واخدت طعم البهاريز اللي كانت نازله من الكفته، وكمان هنا طاسة حطيت فيها الطماطم على البصل والثوم، وكمان معلقتين الصلصة، وكمان هروح رمية هنا. بصوا احط هنا مكعب مرقة لحم اهو، طبعا ده اختياري براحتكم، عايزين تحطوه اوكي، مش عايزين براحتكم خالص اهو. هحط بقى شوية مية سخنين صغيرين مش كتار بس كده، انا اصلا ضربه طماطم في الكبه خلوا بالكم، فضربها من غير نقطه ميه، وانا بحبها كده عارفين محتحته، عايزين ما تخلوهاش محتحته، وعايزينها صوص صافي طبعا نضربها في الخلاط، لكن انا بحب الطماطم اهي تكون كده محتحته اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ يلا بينا هنطبق خلاص الطاجن بتاعنا. احنا كده خلصنا، احنا كده خلصنا. طيب هعمل ايه؟ ثانيه واحده بس كده، هرش هنا رشه جوز الطيب، وكمان هحط بهارات اللحمه، وكمان هحط ايه؟ فلفل اسود. انا مش هحط ملح غير
مش هحط ملح غير على شوية الخضار، علشان انا هنا حطيت ايه؟ حطيت مكعبين مرقة لحمة، فهم بصوا يعني بيدوني الطعم خلاص والحقيقة اللي انا عايزاه. انا عندي الاكل واحنا صايمين يطلع عادب شوية ولكنه ما يطلعش حادق. عارفة عادب؟ جنبك الملحة هتحطي، لكن مالح هتعملي ايه وانت خلاص حطيتي الاكل على السفرة؟ هتبقى ليلتك فل على طول، كل الناس اللي قاعدة مستنية تاكل هيبصلك البصل اللي هي، وبصي اليوم هيبقى دندرة. فليه؟ لأ، اضمني ان الاكل يكون عادب احسن ما الاكل يكون مالح. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا بينا. عندي هنا الطاجن جبته، هروح حاطة فيه كل الخضار ده اهو. بصوا الخضار بقى متكرمل وواخد طعم زي ما بقول لكم. عندي هنا الكفته فرهيب خلاص كده، شكرا. اروح بصوا خضار كتير اهو اهو تمام، واروح حاطه بقى هنا الكفته اهو بالصوص بتاعها اللي نازل منها، وعلى طول اروح حاطه الصوص الرهيب ده عليها كده. انا ممكن كده تمام، يعني ايه كده؟ انا ممكن اقول انا كده خلصت وادخله الفرن، بس انا ممكن اطعمه اكتر واروح حاطه ايه بقى شويه جبنه موتزاريلا براحتك بقى، دي بقى اضافه زياده. احنا بنحاول نخلق من الاطباق اللي احنا عارفينها اطباق مختلفه اهو، ورشة كمان جبنة تشيدر، دي إضافة ممكن تشيليها خالص براحتك تمام، ورشة بابريكا اهي. أنا كده عندي الصوص غني خلاص، هو هيسويلي الخضار اللي أنا شوحته فترة كبيرة على النار. خلوا بالكم شوحته فترة كبيرة على النار، بصوا عامل ازاي. حاضر، بس كده انا كده خلصت معايا هنا الطبق اللي المفروض الاساسي. احب اقول لكم بعد اللي جاي ده ممكن يكون جانبي بالنسبة لهم. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هتبهرينا بايه؟ هدخل بس ده الفرن واجي ابهركم دلوقتي، استنوا عليا. بشغل الفرن من تحت بس، مش من تحت وفوق، لان انا محتاجه الخضار يستوي والجبنه ايه ما تاخدش لون دلوقتي تمام. الطاجن علشان هو خلاص استوى معايا واخد لون. الله ريحته جباره يا جماعه، ريحته حلوه جدا، ريحته حلوه قوي قوي. بصوا عامل ازاي، عشان طنط دينا تبقى مبسوطة مننا نحط له نعناع. طبعا نعناع ايه ده، انا بصي هستكبر لك اكبر قطفة نعناع. الله الله، ونحطها هنا. الله، حطيت حطيت كل النعناع اللي عندي. بصوا بقى يا جماعة هيعجبكم جدا بجد، الطاجن ده رهيب هيعجبكم قوي، جربوه هتحبوه، بس انا عايزه اعدله بس كده اهو.